مرحبا فيكم. في الحقيقة في موضوع جدا في رأيي إنساني ومهم ويجب أن ينال كل التقدير والاحترام من جانبنا جميعا. برنامج رسالة السنعوسي. برنامج رسالة السنعوسي يقدم الإعلام السنعوسي بطريقة بسيطة وتصل إلى القلب وبطريقة عفوية في استديو بسيط، طاولة وأوراق ومايك. أو لا تتفخنا المناصب أو الفلوس أو أي شيء ثاني، يجب أن نقدر هؤلاء ونحترمهم في نقاط كثيرة حقولها لكم الآن، يحسون أنهم بحاجة إلى التوجيه إليكم برجاء التعاون وأسلوب المعاملة. مثلا إذا وقفت سيارة النظافة أمام البيت لحظات، طلع راعي البيت حمقان زعلان، سوق شو وقفك عدال بيتي، مع العلم يمكن يكون توه ماخذ زبالته أهو الشخصية، ولكن الوجوه العابسة العنيفة اللي ما يحب إلا نفسه فقط، نتمنى أن تكون هناك ابتسامة ظريفة لهذا الإنسان. اظهر بدال ما تظهر بيدك غلاص الشربت وتعطيه وتقول لي يا أخي شكرا الله يوفقك، لا تطلع وتحمق وهك قالب عليه، ما يجوز، لا أخلاقا ولا سلوك ولا إيمان ولا دين ولا مذهب، أبدا ما تمشي. خل هذا الرجل اللي يجحت بهالخاكي ويركض عشان يخمخم لك يكون إحساسه لطيف إنك قدرته، غلاس ماي بارد، كلمة حلوة، وهذا يرجع لك أنت يعني أنه هيهتم في بيتك. ومن رسائل السنعوسي الحفاظ على البيئة وعلى المرافق العامة والنظافة والكويت بشكل عام. ممكن تكون البلدية أنا أعتقد وأرجو أنها تضع ربع معينة أو كورنر معين في كل حديقة، في أفران معينة في ملوت المياه، اللي بيطبخ يروح هناك في الزاوية يطبخ شغلة ويجيبه نظيف، أو تصدر قرار ممنوع دخول الأكل نهائيا، واللي يشوفونه مع أكل برا. لكن يرجع لنا احنا، انت اليوم رحت باكر بتروح بعد وبتقعد على نفس المكان، يمكن ممكن راح عند الابراج، انا عدال التلفزيون كل ما اشوف هالعالم بزحمه ذي تمنيت الف، كنت بلف بسيارتي واشوف، لا احترام لهالابراج، ما انتم كفو شيء، كل ما يسوي لكم شيء زين توسخونه بانفسكم، ما يصير، تعبت منكم البلد وتعب منكم الشعب وتعب منكم الدولة، لأن الدولة هو الشعب وكلها مصلحتنا واحدة. شايفين روحكم تروالكم بالفلوسكم تشترون كل شيء وتعملون كل شيء، عامل البلدية بالحسرة عشان يبونه يدربونه ينظف لك مكانك، لا تعتقد أنه بفلوسك تقدر تشتري كل شيء أبدا، محتمل جدا في وقت، في وقت معين محدد، نعم الفلوس تجيب كل، تجيب العروس يقولون، لكن لمستقبل طويل من أجل مجتمع واعي مثقف متعلم نظيف، نظيف جدا، الفلوس ما لها دخل في الموضوع. جت رسالة من ضمن عدة رسالات، رسائل كثيرة جدا تتحدث عن موضوع القروض والقسائم، وبالذات منطقة مشرف والمشاكل الاجتماعية الآن من ناحية أنه هل يكفي القرض أو ما يكفي. راح نسمع رسالة وراح نعلق عليها. يعرض السنعوسي بعض من الصور وأحيانا يشرح بمواد حسية عن قضية معينة. أن تقوم الدولة بفرض تأمين على كل مقاول يعمل في الكويت وكفيل كويتي مسؤول مسؤولية قاطعة. ثالثا التدخل من الدولة ومنع تسرب مواد البناء وبيعها خارج البلاد، وفرض ضريبة تصاعدية على هذه المواد التي تباع خارج البلاد. الصحف اليومية، الجرائد اليومية كلها تحدثت وبمنتهى الجمال والروعة عن أجوبة عديدة حول موضوع ما ذكر في هذه الرسالة، فكثير منها تحقق بلقاء السيد يوسف الشايجي مدير عام البنك مع سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وكان هذا اللقاء المثمر الجيد من أجلكم.
كثير من هذه الأمور، جوابها موجود يوم 12 يوم الثلاثاء اللي فات في الجرائد اليومية، ولكن بعض النقاط لم نستطيع أو تستطيع هذا اللقاء أو الجرائد اليومية تجيب عليها، لذلك لا أملك أنا حقيقة الإجابة عليها، ولكن الموضوع مهم جدا ويهم الدولة، وعلى هذا الأساس الأسبوع القادم حنستدعي كذلك السيد يوسف الشاجي المدير العام ليتحدث بنفسه عن النقاط اللي لم يتم الاتفاق عليها، كما يعرض فيديوهات لمواضيع متفرقة تهم الجمهور. المشي قلت في حلقة سابقة، مشي جميل ومريح، كروشنا هذه اللي ما احنا قاعدين نبلع وناكل ونشرب اللبن ونطيح وننام وبعدين نروح مكاتبنا ونقعد على الكراسي، محتاجة إلى نشاط إلى حركة، محتاجين شعب حيوي كذي نشيط ممتاز. المشي رياضة سهلة وجيدة، ولذلك الدكتور العوضي عنده شيء يحب يقوله، تفضل. في الحقيقة ما قال الأخ محمد لكم هو في الحقيقة عين الصواب، وأمنية الإنسان، وأنا كوزير صحة أتمنى الصحة لكل مواطن عن طريق المشي، ونصيحتي الوحيدة للمواطن وخاصة بعض الناس المصابين ببعض أمراض كأمراض السكر والضغط والقلب، أنه أحسن رياضة يزاولونها وأسهل رياضة هي رياضة المشي. والنصيحة اللي أقولها علينا أن نستعمل ريولنا ما دامنا نقدر نستعملها، خاف يجينا يوم لا سمح الله نتحرول ما يقدر نتمشى، وسببها عدم المشي. فلي رجاء أن كل مواطن يتعظ ويترك هالراحة الزايدة اللي فعلا أثرت على كثير من الناس وأثرت على صحته، وأرجو أن يأتي اليوم أن كثير من أهل الكويت وغالبية أهل الكويت يمشون والأماكن متوفرة والمحلات موجودة، وأنا صار لي أكثر من 7 سنوات أمشي كل يوم على الشارع هذا، وأعتقد الإنسان اللي يبي يمشي ويعرف أنه المشي له فائدة أن ما يكون عنده أي عذر. فأمنيتي أن أرى في أقرب وقت أعداد كبيرة من الناس يتمشون يتمتعون بمناظر البحر وبالموجود في الكويت من كثير من المجالات الواحد يتمتع فيها، فأرجو أن المواطنين يعني ينضمون معنا ويشدون من أجرنا، وأنا أتأكد أن كل خطوة واحد يمشيها هي خطوة نحو الصحة والسلامة ومستقبل أحسن إن شاء الله. احنا الكويتيين يجب ان نحرص حرص شديد على بلدنا، وحتى تكون هذا الحرص نرجو ان تكون السلبية لا توجد لها مكان بيننا، والإيجابية والعمل والإصرار على العمل هو رائدنا، وان نصلح نحن كل ما هو خطأ، والفلوس والمال ما هو باقي دائما، وإذا بقى تحتاج إلى مبدأ، إلى إنسانية، إلى شعور، إلى إحساس، وهذا لا يحكم الفلوس، تحكم العلاقات يحكم أشياء أخرى، مبادئ. الله يوفقنا. شوف بالأخير أنا كنت عاد قايل لروحي ما راح أسوي هالحكي هذا مال الشياب والواعظ وواحد، لكن ما أدري أتألم وحكي من قلبي لأن قلبي عورني على أشياء كثيرة، مع العلم قايل أنا في الحلقة هذه ما راح أحكي عن السوالف هذه وأنتقد، لكن أدري وأنتوا قاعدين نفس الشيء تحكون نفس الحكي وتقولون نفس الكلام صحيح. إلى لقاء، وأتمنى لك عطلة جيدة ممتعة، وحط بالك وارجع لأهلك سالم، ومع السلامة. Thank you.